ال 24 ساعة اللي مرقوا طبعا كنا عم نواجه نحن تحدي طبي، تحدي جراحي، تحدي إنساني، تحدي وطني. نحن موجودين بالغرفة العمليات من امبارح، بالحقيقة المشهد كتير صعب، عم بتكون الحالات متوسطة لشديدة، عم نجرب نحافظ على العين قد ما فينا، نخيط العين، محتويات العين لنحافظ على النظر قد ما فينا. هيدا الشيء اللي صاير ذكرنا بانفجار المرفأ، بس لكن هون الإصابات مركزة أكثر على منطقة العين، عم نشوف الإصابات مباشرة على العين أكثر من باقي الجسم. صراحة من امبارح من أول ما صارت القصة بعدنا ما فينا نترك لنخلص، إن شاء الله بتقطع هذه الأزمة على خير. ولا حدا منا أبداً فكر إنه بده يروح يستريح، لأنه هذه لحظة تاريخية وبتحطنا قدام مسؤولية، وأتمنى كما هو الجسم الطبي برهن كله التزامه بوطنيته ومسؤوليته الإنسانية أن يكون كل الشعب اللبناني بهاللحظة هيدي ماخذ نفس الموقف.